سبحان الله انا افكر فيها صار لي كم يوم والله جابها لي. اقتطاع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ارضا ارض الجنه لمن يستحق ذلك من كتاب الوالد ادله اهل السنه والجماعه المسمى الرد المحكم المنيع العشبهات من المنيع لدافع الوالد على في عن صديقه محدث الحرمين مكه المكرمه مدينه المنوره السيد محمد بن علوي المالك الحسني. المهم في صوفيه ابو شهاب يقولون انهم يبيعون اراضي بالجنه، تؤمنون بذلك المدد يا سيدي الدوخي والدم الخفي؟ لا لا تنضرب لا تضحك في مدد ثبت عن سيدي يقولون عبد القادر القلاني والرفاعي والبدوي والشادري والدسوقي ان يبيعون اراضي بالجنه سيدي المحروس. مر عليكم من مشايخكم الصوفيه سيد يوسف رفع كم درسه يقول يعني سوي روحكم يقول ذكر بعض اهل العلم في خصائص النبي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه اسمع ان له ان يقطع ارض الجنه لمن استحقها من اهل التوحيد وممن ذكر ذلك الحافظ جلال الدين السيوطي سيوطي بلدكم اسيوط والقسطلاني والزرقاني وفي قال في المواهب وشرحه كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقطع الأراضي قبل فتحها ولذا أفتى الغزالي بكفر بن عارضة أولاد تميم الداري فيما أقطعهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأرض بالشام وقال أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقطع أرض الجنة ما شاء منها لمن شاء فأرض الدنيا أولى ونقله عن الغزالي بن عرب بن العربي في القانون وأقره وأفتى به السبكي أيضا كذلك في المواهب القل القسطراني وشرحه للزرقاء وشرحه للزرقاني جيم 5 صفحة 242 أقول هذا الاقتطاع لأرض الجنة الوالد سيد يوسف رفع يقول في الحقيقة لا يخرج عن حد البشارة بالجنة فلا فرق بين البشارة بالجنة لشخص معين وبين البشارة بشيء معين كأرض أو قصر أو غرفة أو خيمة لشخص معين بل قد أنتوا صدقوا أهل التسليم أنتوا الصوفية لا تصيرون منكرين جاءت شواهد كثيرة في هذه السنة فقد بشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا بالمغفرة وبشر كثيرا بدخول الجنة وببيت في الجنة وشجر في الجنة أما من غير من غير تعيين الأشخاص فقد جاءت البشارات بذلك في كثير من الحديث بأن من فعل كذا بنى الله له قصرا في الجنة ومن فعل كذا كان له كذا في الجنة ومن فعل كذا كان له من الحور العين كذا إن إلى آخر تلك البشارات التي رواها العلماء في الترغيب والترهيب للمنذري ورياض الصالحين للنووي وعادي الأرواح لابن القيم وعادي الأنام للملة الله يفك عوق حمد الملة العرج الفياض يقول أنا أسمعكم لما تقرأ الكتب يقولوا بالليلة قاعد أصلح ثاني طلع هذا من أولياء يقولوا أنا نايم بسمعكم ومعلوم أن أي شيء من هذا النوع إنما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التكريم والتقدير لبيان فضله ومقامه عند ربه وإلا فإنه مبلغ عن الله ومخبر عن مولاه بما كتبه وقضاه ومبشر بذلك الذي أذن الله له فيه فإذا بشر أحدا بالمغفرة وبشره بدخول الجنة وبشره بأرض فيها أو بقصر فيها أو ببيت فيها وهو المسمى بالإقطاع فإنما يخبر عن حق ويتكلم عن صدق قال تعالى وما ينطق عنه الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلو قال قائل أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له أن يبشر بالمغفرة والجنة أو بقصر فيها فهل يشك هل يشك مسلم في أنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هذا الأمر إلا بعلم يقيني من وحي أو إلهام أو رؤية لا يقدم وهو يتصور أن يكون المقصود من هذا الأمر هو التصرف الذاتي المشارك لتصرف الله مشارك لتصرف الله سبحانه وتعالى في المنع والإعطاء والنفع والضر حاشا وكلا إنه لا يوجد بين جهلة المسلمين من يعتقد ذلك ونحن نبرأ إلى الله منه خصوصا أن قائل هذا الكلام أعني الإقطاع في الجنة مؤمن موحد بالله يعرف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وأنه عبد الله ورسوله وأنه لا يملك من خصائص الربوبية شيئا وأنه لا يتصرف إلا بإذن الله إنما أنا قاسم قال صلى الله عليه وسلم والله معطين هذا وقد جاء في الحديث الشريف
ما يدل على اختصاصي صلى الله عليه وسلم بهذه الضمانة في الإقطاع بقوله أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وأنا وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وهو أبو داود. واحد من أولاد الشيخ رمضان الفياضي عياله مسميهم على كله داود والترمذي أبو داود كله يتصل فيه ويضحك وياه من باب حسن الخلق. وقد جاء في الحديث أن الربيع عمة أنس ابن مالك كسرت ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. متفق عليه مشكاة المصابيح جيم 2 صفحة 1030. فهذا الصحابي الجليل أقسم على ما لا يدري وما لا حق له فيه وما لا علم له فيه والله سبحانه وتعالى أكرمه فحقق ظنه وبلغه عمله ولم يحنثه ولم يخيبه وأبر قسمه فيما حلف عليه. فهل ترى أن ذلك لا يكون لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاشاه فيما لو أقدم على شيء من أمور الدنيا أو الآخرة اعتمادا على عظيم رجائه في الله وكبير ظنه في مولاه خصوصا وأن الله يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. الوالد كاتب هني شنو مصلوا اي مصلحها مولاه وربه ان هذا ليس بكثير ولا بكبير ولا كثير على صاحب المقام المحمود الذي يقول الله سبحانه وتعالى له ولا سوف يعطيك ربك فترضى. والله ابو شاب الراوي هاي الوالد كان يقول عن ابو يعقوب احنا مكسحين يقولون اقروا سوره وضحها ويقول اخر شيء الليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والاخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك أي والله والذي يقول له كما جاء في صحيح مسلم أنا لن أخزيك في أمتك أبدا. وفي الحديث صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يقسم بين عباد الله والله تعالى يجوز تقسيم ذلك ويوافق على عطائه ولا يخزيه فيما فعل ولا يخيبه لكرامته عنده لأنه لا يتحرك ولا يخطر على باله وهواه إلا ما يرضي مولاه. وإذا كان الإيمان لا يكون كاملا في المؤمن إلا إذا كان هواه تابعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكيف بهواه هو صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى أن الكلام في هذه المسألة يدور بين الصواب والخطأ والاختلاف في ثبوت النص بعينه على المسألة ولا صلة للإيمان والكفر بهذا البحث وأمثاله. نسأل الله أن يعرفنا مقام هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قولوا آمين. آمين يا صوفيين ويا مجاديب الدرويشين. الله يحيي السيد.